هاد الوقفه هادي كيفاش تشوفوا هي وقفه جاءت بوحدها، طالت واحد المماطله وواحد طول الانتظار اللي ما حنا ترغمنا على ان نقوم بهذه الوقفه هذه، لان حنا كمعروف عندنا الساده المديرين، حنا ناس ما حنا الا الناس تاع الاداره، الهم ديالنا هو هم التلميذ، الهم ديالنا هو الاطر العامله بالمؤسسه، الهم ديالنا بصفه عامه هو المنظومه التربويه. نحن خذينا وانتظرنا اكثر ما ننتظر، لهذا نطالب السيد الوزير بالافراج عن المرسوم. هذا المرسوم الذي ليس له لا ليس هو اللي غادي لا هو الذي يتلج صدورنا، بل هي مجموعه من المراسيم التي يجب ان تصدر، خاصه واؤكد واصدر على هذا الساده المزاولين في الاداره التربويه اللي تعددت عليهم المهام، الذي تعد وارهقوا وانجحوا مجموعه من المواسم. لذا نطلب من السيد الوزير ومن كل القوى اللي في هذه البلاد هذه ان تقف الى جانب هذه الاطر الاداريه المزاوله التي تحس واحد النوع من الحقره داخل المنظومه التربويه. وشكرا لكم. ناخذ اليوم هذه الوقفه الاحتجاجيه المعبره امام المديريه الاقليميه استجابه للبيان الوطني الذي أصدره التنسيق الثنائي لجمعيتنا الوطنية وكذلك لجمعية الحراس العامين، احتجاجا على التسويف وعلى المماطلة التي جوبها بها ملف الإدارة التربوية من طرف الوزارة. ونأمل يعني من السيد الوزير أن يأخذ هذا الملف يعني أن يأخذه على عاتقه من أجل حله، لأنه طال أكثر من الأمد. واليوم نحن نقول على أنه قد عيل صبرنا وانتظرنا يعني وقتا طويلا من أجل إصدار المرسومين اللذين تم التوافق معهما مع الشركاء النقابيين. اليوم كنخوضوا هذه المحطة النضالية استجابة للبرنامج النضالي اللي صدروا المكتب الوطني للتنسيق الثنائي لجمعية المديرين وجمعية الحراس العامون والنظار ومدير الدراسات، وكان مطلبنا الأساس وهو الكرامة والإطار. فبالنسبة للإطار يعني كان سبقت وعود، طالت هذه الوعود اللي كتكلم على ان بالنسبه للمرسوم باش يخرج، للاسف الشديد لحد الساعه لم يخرج ولم يصدر، وكنعتبره هو جزء من العمليه اللي غادي تلبي الى حد ما نوع من الكرامه للساده اطر الاداره التربويه. كذلك بالنسبه للكرامه لا تاتي في ظل المسؤوليات والمهام الجسيمه التي تلقى على الاداره التربويه في ظل غياب ديال الموارد البشريه بشكل كافي. فلذلك كنحييو جميع الفئات اللي كتدعم النضالات ديال الاداره التربويه. نحيي كذلك المنابر الاعلاميه، نحيي النقابات الوطنيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.